ناقش قصة مع حضرتك، بس نروح لزميلنا احمد المسيري واجواء ما قبل المباراة لفريق النادي الاهلي. مسيري اتفضل. مرحبا بك كابتن سيف، ومرحبا بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس من هنا من استاد القاهره، مباراه النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا ضمن مؤجلات الجوله 19 من بطوله الدوري العميقين. فريق النادي الاهلي استأنف تدريباته عقب مباراه المصري السعيدي دون راحه، الفريق ادى تدريبه الاخير في السادسه من مساء امس على ملعب مختار التتش، وشهد المران عودة نجم الفريق أحمد عبد القادر، لكن تم استبعاده من قائمة الفريق النهائية بسبب عدم الجاهزية. يمكن بعد تناول وجبة العشاء بالأمس كان هناك اجتماع بين اللاعبين الكبار ونجوم الفريق للتأكيد على أهمية هذا اللقاء وضرورة تحقيق الفوز، خاصة وإن الفوز في لقاء اليوم يقرب الفريق خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب الثاني على التوالي. خليني أقول لك أيضا كابتن سيف، النهاردة صباحا بعد تناول وجبة الإفطار في العشاء، يمكن كولر المدير الفني كان حريص على استدعاء اللاعبين لاجراء بعض التدريبات الخفيفه باحدى قاعات الفندق لفك العضلات، خاصه في ظل تلاحم المباريات وعدم حصول الفريق على اي راحه خلال الفتره الاخيره. اخيرا كابتن سيف، جمهور كبير يؤازر النادي الاهلي في لقاء اليوم يقدر بحوالي 8000 مشجع، ويدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم محمد معروف، وهي المباراه رقم 200 في كل المسابقات المحليه التي يقودها الكابتن محمد معروف في الدوري المصري او السوبر او في كاس الرابطه. يمكن دي كانت ابرز اخبارنا وكواليسنا قبل لقاء النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، والان تعود الكلمه للاستديو التحليلي وزميل العزيز كابتن سيف زاهر. شكرا جزيلا لزميلنا المتالق دائما احمد المسيري، ودي كانت اخبار النادي الاهلي.